صباحكم بخير. اليوم الفيديو تبعنا حيكون عن فرق العيد الأضحى بين الفقراء والأغنياء. قبل ما نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتركوا في قناتنا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. اختي انتي سامعة لي؟ سامحتي شو سامعة؟ بتعرفي كل الناس اشترت الكبش العيد وبتعرفي هلا عم يعيدوا واحنا لسه ما اشترينا. ايش رايك نروح نقول لبابا عشان يشترينا؟ اوكي يلا. بابا شو صاير لكم؟ بابا احنا بدنا كبش. بدنا كبش، كل العالم اشترت والعيد قرب. نعم يا عزيزي، العيد قرب، لازم نشتري لهم كبش عشان يفرحوا. ذر انجو انتي هتشتري، اذا بدك تشتري اشتري لحالك. لو كان في ايدي لو اشتريت لهم. انا مش عندي مصاري فمش داعي تقولولي. بس يا بابا احنا ما رح نعيد. انتي تفهمي ولا ما تفهمي؟ اوكي يلا سيف وروزة، قالكم ابوكم انه ما عنده نقود وهذا العام ما رح نشتري كبش. بس ماما احنا كل عوام ما نشتري كبش، وانتظرنا هذا اليوم كتير واحنا بدنا كبش. ابوكي مش عنده نقود، يلا روحوا على غرفتكم. بس بكفي. شايفة روزة عم يلعبوا مع الكبش تبعها، وغدا رح يذبحوا وياكلوا لحم ويفرحوا كمان. بس احنا ابونا خلص لازم علينا نصبر. بس احنا صبرنا كل اعوام، هاد هو ما قدرنا. يلا يا ولاد عنهم. ماما انتي متأكدة بابا ما رح يشتريني انا كبش؟ الوقت اتأخر، هو مش عنده مصاري. يلا روزة خلينا نروح ننام. صبحي على خير بنتي، وانتي من اهله. صبحي على خير ولدي، وانتي من اهله. عزيزي انتي عزيزي لازم تفرحهم، لازم تفرحهم غدا بشي حاجة. انت ما اشتريت لهم ولا كبش، كيف بدي افرحهم وهادو ما يفهموا؟ انا مش عندي مصاري ما اقدر عليهم. لو اشتريت لهم الا الملابس، ما بدنا كبش. كل الملابس اللي عندهم، مش عندهم اي ملابس. اف لو كنت اب صالح، وانا كنت منيت ان اكون اب صالح. بس انا ما عندي نقود بكفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نافي شهد الصبح. اليوم العيد، يوم العيد، يوم العيد. أنا رح ألبس، نسيت أنا مش عندي ملابس، رح ألبس تبع البارح وكل عوام يعني. يمكن ماما محضرت لنا حلويات. اوكي رح نفرح بحلويات. يا اخي اخي انهض، اليوم العيد، يوم العيد. وشو بدك بالعيد؟ انتي بتفرح، انتي تعرفي انه العيد زي عيد الفطر، هذا عيد الاضحى بيذبحوا فقط. ولو عيد الاضحى بابا قال لك البارح انه ما رح تشتري كبش، بس ماما محضرت لنا حلويات. اوكي رح البس واجهز واجي. أصلا أنت مش عندك ملابس، تعرف هذا الشي، بعرف هذا الشي. صباح الخير ماما، صباح الخير ماما، صباح النور ولادي، كل عام وأنتوا بخير، كل عام وأنتي بخير ماما، كل عام وأنتي بخير ماما. يلا عدوا اشربوا قهوة. ماما أنتي شكلك محضرتين حلويات. ما فيش حلويات، آسفة. ماما إيش؟ لأنه أبوكي ما اشترينا أغراض. يعني خلص احنا هنحتفل بالحليب. ايوه هنحتفل بالحليب. اوكي يلا اشربوا يا اولاد، خذي انتي كاستك وهو ياخذ كاستو. محمد شو عم تعمل؟ عم اقرا في هذا الكتاب. شو عم تشوفي النافذه؟ عم استنى الكبش. حتى انا عم استنانه، مش عندي حاجه عشان اعملها. هذا كبش منو؟ خليني أشوف. بس مدخلينه على حديقتنا. هذا كبشنا، تعال نشوف. فين رايحين يا ولاد؟ ماما بابا جابلنا كبش.
ايش نعم جاب لنا كبش. تعالوا تعالوا خلونا نروح نشوفه. شوفي 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 سلمى، هذا الكبش كتير حلو، انا عجبني قوي قوي، اكيد اللحم تبعه كتير لذيذ. احمدوا ربكم يا جماعة. الحمد لله الحمد لله. يي بابا ممكن نقعد نلعب معاه؟ اكيد فيكم تقعدوا حتى الليل وبس عشان ينام ويرتاح. كمان الكبش يرتاح عشان يذبحوه. شوفي اليوم تلعبي معاه بس غدا ما رح تشوفيه نهائيا. طبعا اكيد بعرف هذا الشي، بكني غبية. شو يا ماما عجبك؟ كتير حلو، انا عجبني هذا، كتير ضخم. شكرا ليلك. عفوا عفوا. شو عم تعملي حبيبتي؟ ماما انا عم ارسم في الكبش العيد، وكتب كمان كل عام وانتو بخير. يلا حبيبتي ما تأخري عن نومة عشان غدا تنادي بكير، اوكي؟ عشان تساعدي ابوكي، اوكي؟ اوكي. شو عم تعمل محمد؟ ماما انا عم اطلع على الكبش. بس خلص بكفي، غدا الصبح لازم انهذك بكير. اوكي ماما، بس يلا يلا على السرير. حاضر ماما. تصبح على خير وانتي من اهله. الله اكبر الله اكبر. اليوم العيد. اخي 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 في، خليني انام شوي. اليوم العيد عن جد. اليوم كل عام وانت بخير ماما، كل عام وانت بخير حبيبتي، كل عام وانت بخير ماما، كل عام وانت بخير ابني. يلا عودوا شربوا قهوتكم. هي كتير لذيذ المحمس. كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير بابا، كل عام وانت بخير بابا، كل عام وانت بخير اولادي حبايبي انتم، كل عام بخير انت، كل عام وانت بخير. بابا ليش ما غيرت اواعيك؟ انا اليوم لازم اذبح معاه وكمان اساعد مع الذباح. اوكي ليكو اجا، لازم نذبح الكبش. بابا ممكن نشوفه؟ اكيد هروح اسلي ويجي. اوكي سلمى لازم نودعه، محمد لازم نودعه. مع السلامة يا كبش، العام الجاي هتجي عندنا مرة تانية؟ يمكن مو هو رح يجي، اكيد رح يجي ابنه. مو ضحك انت جدا. شو يا ولاد خلاص شفتو؟ شفنا. اوكي لازم نذبح، يلا سلمني على الكبش. ماما عم يذبح الكبش. الله الحمد لله الحمد لله. شوف شوف اخي شوف، اسكتوا شوي خلوني اغسل الاواني. وهيك كان فيديو اليوم، اتمنى عجبكم. ونال ما عجبكم فاتلحطونا لايك والمغادرة والسلام.